أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في تغطيتنا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الصحفية، وبيسعدني ويشرفني أن يكون معايا في الاستوديو الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي. دايما بكون مبسوط بوجود حضرتك معنا أستاذ. أنا أول ما قالوا لي أندرو أساريري انفرجت يعني. بشكرك. هنروح لأول منشط من اليوم السابع. المنشط بيقول: الرئيس السيسي يعزي في وفاة الشيخ نواف الأحمد ويلتقي أمير الكويت الجديد. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، حيث التقى بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد، معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والبناء بالبلاد. أستاذ صبري، بالتأكيد علاقات تاريخية كبيرة بتجمع مصر والكويت، وبالتأكيد في دلالة على وجود السيد الرئيس في هذا الحدث. بتشوف إزاي وجود السيد الرئيس في دولة الكويت؟ أنا بشوف أنه مصر دائما باعتبارها الشقيقة الكبرى فهي سباقة إلى أداء الواجب، والعزاء أو التعزية في وفاة حضرة صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح واجب طبعا. واجب قومي وواجب عروبي وواجب إنساني، وبالتالي لم أكن أتخيل لحظة أن الرئيس سوف يتردد ولو لثانية أنه يذهب إلى تقديم واجب العزاء ويسيب كل ارتباطاته ويعود في نفس اليوم. المشاركة الوجدانية والإنسانية في هذا الحدث مطلوبة من مصر بالذات. أنا شخصيا كنت امبارح الصبح في السفارة الكويتية بقدم واجب العزاء، ولقيت عدد كبير جدا من السادة الوزراء بيتوافدوا على المكان، عدد كبير جدا من السفراء العرب والأجانب. أنا شفت أكتر من 8 سفراء في الحبة اللي قعدتهم في السفارة. ده واجب إنساني، وده كمان يدلل على عمق العلاقات اللي بيننا وبين الكويت، ويدلل على مكانة الأمير الراحل لدى أشقائه من حكام ملوك وأمراء ورؤساء دول سواء عربية أو أجنبية. الأمم المتحدة نعت أمير الكويت، عدد من الدول الكبرى نعت أمير الكويت ووصفته بعدة صفات، أهمها أنه كان إنسانا يتعاطف مع الناس وإنسان يسعى إلى قضاء حوائج الناس، وده كله في صالح المغفور له بإذن الله، وفي صالح المنطقة العربية التي تؤكد في كل لحظة أن التآخي والتآزر في الملمات قبل المسرات واجب عليها طبعا. طيب أستاذ صبري، عايز أنتقل بقى مع حضرتك دلوقتي للحدث الأبرز والأهم في الحياة السياسية في مصر الآن، وهو إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي هتعقده الهيئة الوطنية للانتخابات. من المصري اليوم منشط بيقول: خلال ساعات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 رسميا. تتصدر نتيجة الانتخابات في مصر اهتمام عدد كبير من المواطنين رسميا خلال ساعات، فمن المقرر إعلان في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات 2024. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات في مصر، لافتة إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر اليوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات في مصر 2024. أستاذ صبري، عرس ديمقراطي بتشاهده مصر الآن، وأعتقد أنه يوم هام جدا في تاريخ مصر. مؤكد. أنا عندي تعبير بقوله دايما وأصدقائي عارفينه من سنوات، بقوله أنه الرئيس هو الرئيس المستمر والقادم، قلته كتير جدا من أول 2014 وأكدته النهاردة، لأنه الإجماع الذي يحظى به الرئيس خاصة بعد مواقفه الراسخة والثابتة من حرب غزة خلى حتى المترددون في الذهاب إلى صناديق الاقتراع ذهبوا.
احنا النتائج المبدئية اللي اعلنت بشكل مبدئي مش بشكل رسمي واللي هتعلن ظهر اليوم ان شاء الله من اللجان العامة اللي هي من اللجان العامة ومن اجتهاد المتابعين وهتعلن بشكل رسمي ان شاء الله ظهر هذا اليوم الاثنين 18 نوفمبر من مقر الهيئة الوطنية في مؤتمر صحفي عالمي. النتائج دي بتقول انه 79.9% للرئيس السيسي وانه 2.1% دول مجموع اسف 12.1% هي مجموع النتائج لمجموعة المرشحين والأصوات الصحيحة غير الصحيحة والباطلة. الأصوات غير الصحيحة والباطلة في هذه النتائج 1%. الأصوات وده رقم كويس في انتخابات رئاسية 1%، يعني أنت بتتكلم في حوالي 2,300,000، لأنه الأصوات التي أدليت بأراءها كانت 2,800,000 وشوية 22,800,000 وشوية، ودول بيمثلوا نسبة 41% أو 42% من إجمالي عدد الناخبين اللي راحوا الصناديق. دول حوالي 45% منهم 23 مليون تقريبا أدلوا بأصواتهم، وبالتالي نسبة غير مسبوقة طبعا. النسبة اللي قبل كده كانت حاجة 20% من اللي راحوا واللي تم الانتخاب بينهم. يعني الآن لما يجتمع الشعب ده على أن مصر في خطر وأن المنطقة في خطر يتوحد ويذهب، وبالتالي النتائج اللي أنا قلتها لحضرتك المبدئية دي هيدور حواليها النتائج الرسمية بالزيادة حاجة قليلة بالنقصان حاجة قليلة، لكن دي النتائج اللي تم حصرها حتى أمس. طيب في الانتخابات اللي قبل كده، الانتخابات الرئاسية اللي قبل كده، عدد الأصوات الباطلة كانت أزيد من عدد الأصوات المرشح رئاسي كان أمام السيد رئيس. بتشوف إزاي الاختلاف ما بين الانتخابات الرئاسية اللي فاتت والانتخابات الرئاسية دلوقتي؟ ويمكن حضرتك وضحت نقطة في غاية الأهمية، إنه هذه الانتخابات بتشهد إقبال أكبر بكتير من اللي فاتت. إيه دلالته وشمعنا في الوقت الحالي؟ هل التحديات اللي بتواجه مصر من جميع النواحي، سواء تحديات في الحدود أو تحديات في ملفات عديدة زي الاقتصاد وغيره، ولا الشعب المصري حس انه لازم يكون موجود، لازم يظهر قدام العالم؟ التحدي الرئيس هو ما نواجهه من خطر على امننا القومي في سيناء من جراء حرب غزة. التحديات الاقتصادية بالعكس، قد لو كانت هي لوحدها كان ممكن تخلي الناس تكسل تروح، أو جزء من الناس يكسل أو يحسوا أن النتيجة محسومة وخلاص. لكن اللي عايز يروح، على فكرة اللي عايز يروح حتى لو النتيجة محسومة حيروح، لأنه إحنا طول الوقت، أنا بقالي أكتر من شهر طول الوقت بقول وبقول للناس مهم حاجتين في أنك تروح. الحاجة الأولى أنك تمارس حقك الدستوري، حق دستوري كفلاه الدستور، والحاجة التانية انك تؤدي واجبك. يعني هي واجب وحق، الحق انك تشارك في العملية السياسية وانك تدلي بدلوك في العملية السياسية. ان شاء الله يا رب تحط الورقة فاضية، ان شاء الله تشطب عليها، ان شاء الله تختار اللي انت عايزه، لا ترهيب ولا ترغيب. وده اللي حصل في هذا الاقبال غير المسبوق. لكن السبب الرئيس للاقبال غير المسبوق والحقيقي، وحط تحت كلمة الحقيقي 2000 خط، لأنه هناك من يعاد الدولة المصرية ويعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يطلع يقول لك ده فوتوشوب ودول مجمعين الناس دول عاملين. أنا بقول له ده إقبال حقيقي نتيجة استشعارنا جميعا للخطر القادم واللي احنا بيحيط بينا من كل جانب. التحديات في الأمن القومي المصري، التحديات في الاقتصاد مقدور عليها على فكرة، احنا ممكن نجوع شوية وناكل شوية، ما هياش قضية. لكن القضية الأساسية هي التحدي الوجودي، أنت لديك خطر في وجودك، أن هناك طامعين في أرضك، طامعين في مستقبلك،
وعلى فكرة ليس مصادفة أنه يخرج الرئيس الوزراء الإسرائيلي المأزوم بنيامين نتنياهو ويقف في الأمم المتحدة ويطلع خريطة جديدة مرسومة وآسف بمنتهى الوقاحة يقول هي دي إسرائيل كما سوف يتم تنفيذها في العالم كله قدامنا، ولم يعترض عليه أحد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن هناك أحد الحخامات اللي له كلمة مسموعة قال أكثر من مرة في هذه الآونة بالذات، ودي بقى هي دي ده المغزى من الخطر، أنه إسرائيل من النهر إلى النهر، من النيل إلى الفرات. خطة إسرائيل قالها من أيام حكماء بروتوكولات حكماء صهيون، وقالها في عز المعارك. وعايز أقول لحضرتك أن الأطماع لا تتراجع، قد تتوارى نتيجة ضغوط، نتيجة عدم موائمة في الزمان في المكان، لكن لا تذهب. وهم عندهم أطماع في التوسع منذ قبل قيام الدولة الصهيونية مش اليهودية. احنا مع دولة يهودية لكن ضد الدولة الصهيونية، وفي فرق كبير ما بين الصهاينة واليهود. طبعا طبعا. وبالتالي الكلام ده لابد ان يؤخذ على محمل الجد، ولابد ان يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الرئيس المستمر باذن الله في مواقفه القوية والراسخة من رفض اي اعتداء على سنتي واحد من الأرض المصرية. طيب أستاذ صبري، يعني هنرجع تاني بقى للحدث الأكبر والأهم وهي الانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة، ويمكن لازم نوضح كمان للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا أنه الانتخابات الرئاسية بتمر بعدة مراحل منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة، وهذه المراحل هي بناء على مواد موجودة في الدستور المصري. يعني عشان بس البعض بيتخيل أنه الهيئة الوطنية للانتخابات بتضع جدول وإحنا بنمشي على الجدول من وحي خيالهم، لكن بالتأكيد الجدول الموضوع من الهيئة الوطنية للانتخابات هو وفق للمواد الموجودة في الدستور المصري. عشان كده أستاذنا حضرتك هنروح لمداخلة تليفونية مع المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق. سيادة المستشار بنرحب بحضرتك. طيب لحد ما سيادة المستشار يرجع لنا تاني أستاذ صبري، هنروح لفكرة المشاركة. يعني طبعا الدستور مهم ومراحل الانتخابات مهمة، لكن عقبال ما المداخلة تجهز خليني أروح مع حضرتك للمشاركة الفعالة للمصريين في الانتخابات على مدار 3 أيام. شفنا كل فئات المجتمع موجودة، شفنا شباب، شفنا كبار سن، شفنا السيدات، شفنا ذوي الهمم، المرضى والعواجيز بالضبط، وحتى ذوي الهمم كانوا موجودين بكثرة. شفت ازاي هذه المشاركة وحرص جميع فئات المجتمع على التواجد؟ طيب قبل ما جاوب حضرتك على هذا السؤال اسمح لي احييك على انك قد تكون من المذيعين القلائل الذين يعني نبهوا إلى أن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات ليس وفقا لقانونها فقط بالزبط، ولكن استنادا إلى مواد دستورية حاكمة في باب الانتخابات، كيف تؤدى ومتى تؤدى ولماذا تؤدى ومراحلها تبدأ إزاي وفتح باب الترشح يتم إزاي. وكان عندنا خلط كبير بين من هو راغب في الترشح وبين المرشح. كان أيه بالزبط، احنا خلطنا، ودي نقطة مهمة كل جدا. واحد عنده نية او غاوي او ناوي يترشح قلنا عليه مرشح، لكن المرشح هو الذي قبلت اوراقه بعد فحصها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وتم اعلان انه مرشح، ساعتها يطلق عليه يعني لقب. كل المرشحين ينفعوا يعني مش كل من تقابل وبعضهم لم يجتاز مرحلة انه يجمع توكيلات او يجيب اعضاء مجلس نواب العشرين اللي يعني يوافقوه على انه يبقى مرشح، وبالتالي الخلط ده كان مستمر. نقول مرشح رئاسي من اول ما واحد اعلن عن انه ناوي يترشح، صح. وبالتالي اللي حضرتك قلته ده توضيح مهم جدا،
وترسيخ لمبدأ أن الدستور هو أبو القوانين وفوق القوانين. وبالتالي أشكرك على هذا الذي تقدمت به. نرجع بقى للمشاركة. المشاركة زي ما قلت لحضرتك، أولا العواجيز اللي زي حالاتي وكبار السن والمرأة دول عماد العمل الوطني طبعا. خلاص، لأنه دول بخبراتهم المتراكمة على مدى سنوات العمر عصروا مراحل عديدة من التاريخ بتاع مصر الحديث، وبالتالي يعرفوا يقارنوا ما بين العصور المختلفة. نمرة واحد. نمرة اتنين، هم شافوا خطر 48 وشافوا 67 وشافوا 69 حرب الاستنزاف وشافوا 73 وشافوا كل مراحل الصراع في تاريخ مصر الحديث، وبالتالي هم دول اللي عارفين معنى دخول حرب ومعنى انه يتبني قدام كل بيت ساتر اسمنتي ومعنى انه الكهرباء تقطع لما صفارة الانذار تضرب ومعنى انك تدهن الازاز باللون الازرق. كل ده عارفينه، وبالتالي دول اكتر ناس يستشعروا الخطر، وعشان كده تلاقيهم في كل استحقاقات اكتر الناس حرصا على الادلاء باصواتهم. ومفيش حد قال لحد ادي لمين، هو نازل وعارف هيدي لمين، كل واحد مكرر من قبل ما ينزل من بيته. المرأة نفس القضية. وعشان كده كان تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما وانحيازه الى المرأة بعام تمكين المرأة ثم عام تمكين الشباب ثم عام ذوي الاحتياجات الخاصة، ثلاث اعوام جاءت متتالية قدم فيها الرئيس لهذه الفئات سواء الشباب او المرأة او ذوي الاحتياجات او متحدي الاعاقة ما لم يقدمه النظام في كل سنوات. ايوه، وشفنا اول مره نشوف انه هذه الفئات ليها ادوار فعاله في المجتمع. لا، وانت الشباب مثلا في محاوله للقرب او التقرب من الشباب كان عندنا نواب المحافظ ومساعدين الوزراء وعندنا اعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاول مره اعضاء اقل من السن اللي كان بيتم الاختيار عليه بعد تعديل مجلس الشيوخ وعودته للحياة. ده إيمانا من اللي بيقود البلد إلى أن دول هي الفئات المتحكمة في ضمير الأمة والمتحكمة في اتجاهات الرأي العام واللي هتقود البلد واللي بعد كده لها دور كبير جدا. هم يعني هم دول الفئات دي هي أصحاب المستقبل، الأم والأخت والزوجة دول اللي بيقودوا المستقبل، لأنه هم دول اللي بيجيبوا الولاد، اللي بيخلفوا الأبطال، اللي بيخلفوا الشهداء، اللي بيخلفوا الجرحى، مش كده؟ هم طبعا اللي بيخلفوا العلماء وبيخلفوا الأساتذة. دول شيء مهم جدا في حياة المصريين. وبعدين المرأة في التعداد الأخير قاربت عدد الرجال في مصر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشباب هو صاحب المستقبل مش احنا، انتوا اصحاب المستقبل، انتوا وولادكوا هم ملاك مصر الحقيقيين. احنا اللي في سننا خلاص الشمس بتغرب، لكن انتوا الشمس بتشرق، وبالتالي انتوا اصحاب المصلحة الحقيقية في تقدم هذا البلد، في ازدهار هذا البلد. لكن دور حضراتكم بالتأكيد كبير جدا. لا، الحل على مشاكلها. انتوا اصحاب حماية الامن القومي عليكم انتوا بأفكاركو وبدراعاتكو الاثنين مع بعض. يعني اللي ما عندوش أفكار عنده قوة عضلية يقدر يشتغل بيها ويقدر يكافح بيها. أستاذ صبري، يعني بنقول أنه يجب الاهتمام بالذوق العام ويجب الاهتمام بمنظومة التعليم من الصغر وتخريج نشأ يعرف يقود البلد بعد كده. أخيرا عايز أكلم حضرتك في نقطة مهمة جدا، شفنا على مدار الثلاث أيام الحقيقة مشاركة واسعة من شخصيات عامة
وده أعتقد أنه ليه دلالة كبيرة جدا، لأنه كل مواطن مصري قاعد في البيت لما بيشوف شخصية عامة هو بيحبها نازل ينتخب، فبالتالي بيكتر عنده الدافع أنه ينزل ينتخب. كمان من ضمن الشخصيات اللي كان ليهم دور كبير جدا في الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام هم رجال الدين، سواء رجال الدين المسيحي أو رجال الدين الإسلامي، وشفنا يعني شخصيات عديدة جدا، شفنا شيخ الأزهر، شفنا مفتي الجمهورية، شفنا البابا، شفنا الأنبا أرميا الأسقف العام، شفنا شخصيات عديدة موجودة في لجان الاقتراع، وهم كمان حريصين أن هم يتصوروا وينزلوا على صفحاتهم وينزلوا على مواقعهم التواصل الاجتماعي عشان يقولوا للناس كلها انزلوا واعملوا زينا. شفت إزاي مشاركة رجال الدين في الانتخابات الرئاسية؟ طيب أنا شخصيا معروف عني أن أنا يعني من بتوع الخط المستقيم وما بعرفش أجامل. عايز أقول لحضرتك أنه شعب الكنيسة القبطية في مصر دائما له دور رائع في حماية الأمن القومي المصري بمشاركاته الإيجابية في كل الأحداث الوطنية سواء انتخابات أو غير انتخابات. وأنا مريت على عدد كبير جدا من اللجان، وفاق الحضور القبطي أو المسيحي توقعاتي. كان في مرات عديدة جدا أروح ألاقي برضو كبار السن والمرأة هم الأغلب. الآن وجدت شباب مصر المسيحيين عددهم أكبر هذه المرة من أي انتخابات أخرى. هذه واحدة. الثانية أنه عندما يذهب رجل الدين تحديدا اللي معروف بالاستقامة ومعروف بنبل القصد إلى لجنة انتخابية ويتم تسليط الضوء على ده، هذا هو حافز للمشاركة بقية أبنائه سواء مسيحي أو مسلم. الناس تقول لك طب هو شيخ الأزهر راح إدى صوته لمين؟ أكيد للرئيس، مش عايز كلام، هو قال كده على فكرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك تنحى الخلافات جانبا إذا كانت هناك خلافات، وهذا هو وهم بيصنعه أعداء الرئيس إنه في خلافات، تنحى الخلافات جانبا ويبقى الوطن، والوطن لا يفرق ما بين مسلم ولا مسيحي. نعرض انت مسلم وانا مسيحي، نعرة دخيلة علينا، احنا كل حياتنا مسلمين ومسيحيين. انت مشيت في الشارع انا حضرتك لو معرفش من اسمك انك اندرو مش هعرف انت مسلم ولا مسيحي، لا شكلك ولا طريقة كلامك ولا تعليمك ولا اي حاجة يقولوا لاي حد في الدنيا انه ده مسلم وده مسيحي او دي مسلمة ودي مسيحية. ثم انه انا شخصيا على مدى 50 سنة اشتغلتهم اكبر صداقاتي وعلاقاتي مع مسيحيين، وخروجي واكلي وشربي ودخول بيوت وخروج من بيوت وسفريات مع بعض مسيحيين. واكبر دليل وجود حضرتك والله اكتر من المسلمين. انا مش بقول كده، الناس عارفة كده يعني. ليه؟ لانه انا اذهب الى حيث الصدق والامانة والاخلاص، وكل ده متوفر في أغلب المسيحيين زي ما هو متوفر في أغلب المسلمين. طبعا. وبالتالي لم أستغرب أنه البابا يروح وأنه الأنبا أرميا يروح. وبرضه بمناسبة الأنبا أرميا، هو عارف أن أنا متحيز له وعارف أن أنا بتكلم عنه في محافل كثيرة بكل الخير، أحيي هذه القناة اللي وجبت هذا الحدث من أول لحظة وحتى هذا اليوم، وأعتقد أنها مكملة في الأيام الجاية عشان تنصيب الرئيس وحلف اليمين والأشياء دي كلها. أعتقد أنكم مبادرون في هذا أيضا. بشكر حضرتك يا فندم على هذه الشهادة وتواجد حضرتك معنا النهاردة، وحقيقي بكون سعيد جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة لأنه حضرتك قامة كبيرة في الصحافة المصرية، ودايما بنستفاد من خبرات حضرتك. أشكرك يا فندم. مشاهدين الكرام، دي كانت فقرتنا الصحفية النهاردة للتغطية الهامة جدا عن الإعلان لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2024. ويمكن زي ما يعني استعرضنا مع أستاذ صبري عدة ملفات هامة جدا تخص الانتخابات، ويمكن أستاذ صبري اتكلم في نقطة مهمة جدا وهي نقطة القانون والدستور والخطوات اللي أو المراحل اللي بتمر بيها العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى الآن، وهو ده اللي هنعرفه بكثرة في الفقرة
اللي جاية مع زميلتي نرمين وضيفة اللي هيكون معاه هنا في الاستوديو المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق، وهيتعمقوا كثيرا في المواد الخاصة بالعملية الانتخابية وإزاي بتتم العملية الانتخابية ودور الهيئة الوطنية للانتخابات، حديث هام جدا في الفقرة اللي جاية. أتمنى مشاهدة حضراتكم وتواصلكم معنا باستمرار عشان نعرف يعني حضراتكم مهتمين بإيه وحابين تشوفوا إيه. لسه مستمرين في تغطيتنا النهاردة، هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي تغطيتنا، خليكم معنا.